كما نشاهد الآن فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط المنتجع محليا عمر 3 سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الأول في حفلنا 27 على جائزة صالح بن إبراهيم بن سبعان رحمه الله من أهالي الرياض واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. والجياد تمر أمام المنصة الرئيسية الآن بقيادة دوسر مع محاولات من مبلش الآن من الخارج دوسر مبلش ومحاولات كذلك من البقية ولد براقة في المركز الثالث ومبلش الآن يتقدم دوسر ومبلش ومحاذاة أيضا من مبلش الآن يتقدم المركز الأول بقيادة كاميلو إسبينا ودوسر في المركز الثاني مع محاولات كذلك من فرعان لخطف المركز الثاني ومحاولات من ولد براقة الآن ومبلش لا زال في المقدمة بقيادة ترك العنزي مع محاولات الآن من البقية للحاق بمبلش في المركز الأول دوسر المركز الثاني ومحاولات كذلك من البقية دخول الآن والولد براقة ودخول كذلك من المتوازن للمركز الثاني واللحاق بمبلش الآن من قبل الجياد المشاركة في هذا الشوط لخطف المركز الأول على جائزة صالح بن إبراهيم بن سبعان ولا زال مبلش لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بن لاهوم ومحاولة لخطف الانتصار السادس في سباقات الفروسية السعودية المتوازن في المركز الثاني مع محاولات من البقية ودخول الآن من هادف ومحاولات لاختطاف المركز الثاني والمركز الأول في هذه الأثناء مع الاقتراب من المنعطف الأخير باتجاه الخط المستقيم والتنافس على شد بين مبلش والمتوازن وهادف في هذه اللحظات مع بداية الخط المستقيم والانطلاق لهادف الآن بقيادة كاميلو إسبينا المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط هادف لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بن لهوم يحاول أن يحقق المركز الأول في هذه الأثناء مع محاولات من فرعان الآن للحاق وفعل شيء وكذلك مبلش هادف مبلش هادف هادف مبلش وهادف فعلا يصادق على الترشيحات.